في نساء شقية وفي نساء هادية، وفي نساء تخطفك بشقوتها وفي نساء تخطفك بهدوتها. بس كده، يلا بينا. بخير واهلا بيكم، برحب بيكم. 3 ثواني بس ارحب بجديد واقول له عرفنا بنفسه عشان انا ارحب بيه، او انتوا عيلة القدام الناس القديمة ترحب بيه. واللي ما اشتركش طبعا في القناة محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يشترك. اي حد تاني غير كده نصاب، يا ريت تعملوا بلوك او الغاء الاشتراك. معانا كل نساء الابراج بقى من ال12 للاول، وما دام معانا كل نساء الابراج بقى يبقى كل واحده تتوقع برجها هيجي في المركز الكام وتكتب لنا، لان انا بقرا تعليقاتكم وبحب ان انا اقرا تعليقاتكم. وكالعاده واحده اذكى شويه او واحد حتى يقول لنا المركز الاول هيبقى مين. تعالوا كده نبتدي بالمركز ال12. هنلاقي الدلويه الكيوت الهاديه الرقيقة. عد 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 بقى، هتلاقي أنثى برج الدلو أنثى هادية أوي. أنا ما أقدرش أقول عن أنثى برج الدلو دي شقية، ولا حد يقدر يقول عليها شقية، ده يبقى مفتري، ده هادية أوي لما بعد الهدوء كمان. الهداوة بتاعتها وصلت لمرحلة أصبحت ملفتة كمان. أعلى منها كمان مركز، في المركز ال11 البسكوتة. أما نقول البسكوتة، إحنا عرفنا بنتكلم عن سندريلا نساء الأبراج. سندريلا انثى برج السرطان، كيوت برضو، كيوت قوي، هاديه قوي، تخطفك برقتها وبهدوتها قوي قوي فوق ما تتخيل. ينفع بالله عليك او بالله عليكي تقولي عن البسكوتة دي انها شقيه؟ لا يجوز. يعني اعلى منها وقريبه منها تكاد يكونوا الاتنين بيتزاحموا في المراكز الحوتيه، انثى برج الحوت المائي، من اهدى نساء الأبراج اللي أنت ممكن تلتقي بيها أو تتعامل معاها في حياتك هي الحوتية دي. والنساء دي أنت بتحس إن هي نساء هادية حتى لو اتعاملت معاهم مليون سنة. يعني مش الانطباع الأول إن هتاخده عنهم إن هم هاديين وبعد كده هتكتشف حاجة تانية، لا، زي ما هتشوفهم أول مرة حتة الهدوء عندهم دي من رواسخ وثوابت شخصيتهم. نخش في الجد شوية ونخش في العفرطة شوية، ولسه ما دخلناش عند ملكات الشقاوة برضو. هنلاقي العذراوية كده في المركز ال9، بدأنا ندخل يعني كده جنب منطقة وسطى. أنثى برج العذراء يعني مقارنة بالنساء اللي سبقتها أو البنات اللي سبقتها دي، هي يعني هم أكثر هدوء منها، وهي مقارنة بيهم يعني أكثر شقاوة شوية، ولكن ما يقالش عليها أنثى شقية. بس الموضوع بدرجات، هي الفكرة في كده. أقارن العذراوية بيهم ألاقيها أعلى في الموضوع ده، أقارنها في موضوع الشقاوة ككل ألاقيها أنثى مش شقية، وهكذا بتمشي حلقات الترتيب. نعلى كمان مركز ونخش في الجد شوية في المركز ال8. وكالعادة أقول لكم لو شايفين الحلقة دي مفيدة ممتعة يا ريت تدوسوا لايك عشان توصل لبقية أصدقائنا ونتشارك. شايفينها العكس دوسوا ديسلايك وقولوا لي السبب عشان لو في مشكلة. أنثى برج الثور في المركز ال8، يعني هي أنثى برج الثور دايما نقول كتومة وكلامها قليل مع بعض الناس في بعض المواقف، ولكن مع بعض الناس اللي هي واخدة عليهم ومرتاحة لهم ومتكيفة على طريقتهم تحس إن هي أنثى شقية. وخلي بالكم هنا بقى المفارقة، الشقاوة بتاعتها ما تقولش دي أنثى برج الطور. أنثى برج الطور لما بتفرح، لما بتفرح بحد أو بتعجب بشخصيته أو الموقف مفاجأة أو أيا كان، يعني بتلاقيها ممكن أنثى شقية لدرجة ملفتة شوية. ولكن بطبيعة الحال مش هنقدر نقول على الثورية إن هي من الإناث الشقية. كمان مقارنة بنساء القمة اللي هنتعرف عليهم وإحنا عمالين بنطلع في المراكز، إذا نقول عليها في منطقة وسطى وخير الأمور الوسط. يا أنثى يا عقلانية، زيك بالظبط زي أنثى برج الجدي الترابي، ولكن أنثى برج الجدي الترابي ما خفي كان أعظم. يعني هي المرسوم قدامك الهدوء، ولكن الأنثى دي عندها القدرة لو عايزة تبقى شقية أوي. خلي بالك، تخيل بقى كنت تعرف المعلومة دي عن المرأة الحديدية. لو ما تعرفهاش انا بقولها لك في حلقة النار. هنخش في الجد شوية ونتلسع من النار بقى، وما ادراك ما النار في حلقة زي حلقة النار. اول انثى نارية وهي الفارسة العنيدة اللي بتحجز لنفسها المركز ال6 من غير ما حد يقدر يقرب من المركز ده. انثى برج الحمل في المركز ال6
الشقاوة ملموسة، الشقاوة واضحة، ولكن تقل الأنثى دي أو حبها إن هي تظهر بصورة رزينة من وجهة نظرها، أو كونها إن هي شايفة إن الشقاوة مش مطلوبة بحد كبير أوي في شخصيتها. المهم نقدر نقول إن هي أول أنثى فوق المتوسط معتدلة عندها الصفة دي، وده خلي بالكم من أحد الثوابت اللي تخليك دايما مشدود لشخصية أنثى برج الحمل، إن الموضوع عندها فيه تساوي، وده أنت بتلمسه لما بتتعامل معاه. نخش في الجد شوية، نخش في الشقاوة شوية، نقرب من ملكات الشقاوة شوية مع العقربة في المركز الخامس. العقربة أنا قلت قبل كده إن يعني برج العقرب رجل أو امرأة بيتبارد، بس هو مش بارد. العقربة ممكن تصدر لك إيحاء إن هي هادية ورقيقة، ومن جوه بركان، ومن جوه قمة الشقاوة والدلع اللي انت ممكن تشوفها. لذلك الناس القريبين قوي من أنثى برج العقرب هم اللي يلاحظوا الجانب الخفي عندها ده، زوجها، خطيبها، حبيبها قوي، صديق مقرب ليها قوي، او صديقة مقربة ليها قوي، يشوف شقاوة أنثى برج العقرب على حق. انما قدام الناس كده ما تقولش عليها شقي. بينما من المركز الرابع دي اللي انت بقى قدام الناس، ورا الناس، جنب الناس، الشقية والشقاوة مرسومة على وشها ومرسومة عليها، خلاص دول بقى ملكات الشقاوة في حلقة النهاردة. زعيمة العصابة البرنسس أشرس نساء الأبراج احتلت المركز الرابع بلطجة كده بالعافية كده في حلقة النهاردة. أنثى برج الأسد الناري دي شقية، مفيش حاجة اسمها تداري أو محتاج وقت عشان إن أنت تعرف. دي عكس بقى النساء اللي جات تحت، دي نساء القمة بقى. قرب كده لما النار بتاعت زعيمة العصابة تلسعك وانت هترى الشقاوة. خلي بالكم في شخصية أنثى برج الأسد الناري في أحيان كتير بتكون جاذبة أوي، لأنها مصحوبة بخفة دم. وإحقاقا للحق من أول أنثى برج الأسد للمركز الأول، كلهم إناث دمهم خفيف أوي، وعامل قوي من خفة دمهم، خفة ظلهم دي، هي الشقاوة. موضوع حلقة أنثى نغشة زي ما احنا بنقول. وانت بس على فكرة مش أي حد يتعامل مع الإناث دي، لأن انت لو رجل يعني من الرجال اللي هي بتحب تفصل، ويعني عقلانية زيادة عن اللزوم، زيادة عن اللزوم، ومتحكمة ومتحفظة، مش هتمشي مع النساء دي، هيتخنقوا منك، وأول ما يتخنقوا منك خلاص بقى يعني ممكن ما تلاقوهمش في حياتك. نعلى نخش في المركز الثالث، نلاقي الشعنونة. يعني أنا لما أقول الشعنونة محتاج أقول حاجة تانية عن الشقاوة، المصريين هيفهموا كلامي ده. تمام، شعنونة أنثى برج القوس، من أشقى نساء وبنات الأبراج اللي أنت ممكن تقابلها أو تلتقي بيها في حياتك. أنثى كده ماشية بتدلدق شقاوة على الجميع، حلوة الأغنية دي، أنثى بتدلدق شقاوة على الجمع. القوسية الميزانية في المركز الثاني، العسل. ومن أحد الأسباب اللي خلتنا نقول على أنثى برج الميزان الهوائي إن هي عسل، الشقاوة بتاعتها، شقاوة بفهم، شقاوة بذكاء، شقاوة بتمرس ومكر ودهاء. الشقاوة بتاعت أنثى برج الميزان خفة دمها، سلاستها، جاذبيتها، جمال ضحكتها وابتسامتها، لمضتها، لمضتها، هي بتحب الكلام وتحب الإقناع وتحب إن هي يعني تحط دعابة في النص كده وتلاغي ده وتهزر مع ده، أنثى شقية بطبيعة الحال. بينما متصدرة نساء وبنوتات الأبراج أكيد ده يعني عرفناها. أقول مجنونة؟ هي مجنونة، بس مجنونة بخفة دم، يعني الجنون بتاعها مش وحش. أنا عن نفسي قلت قبل كده من أكتر النساء اللي تشدني هي أنثى برج الجوزاء اللي بتتصدر التصنيف والترتيب في حلقة النهاردة، وبتجلس على عرش كل النساء في الحلقة دي. أكتر أنثى شقية ممكن تقابلها أو تتعامل معاها في حياتك. لو أنت في حياتك أنثى برج جوزاء مش شقية، يبقى تأكد إن هي جوزاء مضروب، خلي بالك يعني. وانا دايما بقول بنوع كتير احنا في الفخ ده. لما قلنا عنهم ان هم مجانين، كان في سببين رئيسيين خلينا نطلق عليهم الاسم ده، ان هم متقلبين المزاج بسرعة جنونية قوي، وان هم اشقية بدرجة كبيرة قوي. ولكن عن نفسي انا يختلف ويتفق معايا البعض، انا بحب
شقاوة أنثى برج الجوزاء وشقاوة أنثى برج الميزان. أنا بحب الشقاوة عامة، رغم إن أنا برج حمل، وممكن دي تكون يعني مش ملائمة صفاتي بشكل كبير قوي، بس بصراحة يعني أنا بميل شوية للأنثى اللي هي شقية، ده من وجهة نظري. وفي رجال كتير قوي على فكرة يميلوا للإناث اللي هي الهادية جدا جدا، وينجذبوا ليهم ويبصوا يدمنوهم كده، اقسم بالله ده عن تجربة شخصية. ويمكن دول كمان شريحة كبيرة كمان تستحق الإشادة. ولكن لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، دي بتلاقي ليها معجبينها ودي بتلاقي ليها معجبينها. شئنا أم أبينا، أنا بحب الشقاوة في البنات عامة، ده طبعا يعني، ما هو رجل الحمل رجل شقي برضه مش هادي يعني. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، ويا ريت لو شايفينها يعني ممتعة تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا. احنا عيلة واحدة وده دورنا نوصل كده، نبقى حلقة موصلة لبعضها. عندنا يا جماعة سلسلة حلقات العلاقات ابتدينا فيها، خدنا الحلقة الأولى والثانية، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الحلقة الثالثة. الحلقة الثالثة سلسلة كاملة من الألف للياء، إزاي تتصرف صح عشان ما تتوجعش وتختار صح. خدنا أول حلقة الإعجاب وإزاي تعرف إن أنت معجب، خدنا تاني حلقة شروط اختيار الشخص، تالت حلقة اختبار صدق مشاعره اللي هي هتنزل إن شاء الله النهاردة أو بكرة، لو ما لحقناش يبقى هننزلها بكره ان شاء الله. سلسله مهمه قوي، بدعوكم ان انتوا تتابعوها على القناه دي، بحبكم جدا هتوحشوني. وكمان عندنا قناه تانية للكره جديده مثبت رابطتها في اول تعليق وصف الفيديو، يا ريت تشتركوا فيها. رجاء الى اللقاء.